معارف وخبرات كثيرة نقلت إلى قطر، وبمساعدة العمال المحليين عثر على النفط الذي منح الدولة الثراء الذي تنعم به. ولكن قبل تسويق هذا النفط ليعود بفوائد مادية، تم تطوير قطاع كبير لصناعة النفط، وذلك لاستخراجه من الأرض وتهيئته لرحلة طويلة من مسيعيد في قطر ومن ثم إلى الخارج عبر البحار ليصل إلى جميع أرجاء العالم. هذه الصناعة الكبيرة والمعقدة تطلبت أن يتم إدارتها من قبل رجال يمتلكون مختلف المهارات والحرف. في البداية جاء أكثر هؤلاء الرجال من أماكن كالهند أو الولايات المتحدة أو أوروبا، كما جاء آخرون من أماكن أخرى كلبنان، سوريا والعراق. جاءوا جميعهم محملين بالخبرات التقنية والتجارية التي اكتسبوها في بلادهم، ولكن القطريين أيضا بدأوا بالعمل لدى الشركة، واليوم يعمل فيها ما يزيد عن 1500 قطري. رجال من قطر يتولون القيام بعدد كبير من المهام، وبعضهم يساعد علماء الجيولوجيا والفنيين الآخرين الذين يعملون في حقول النفط. جميع العمال القطريين مهما كانت وظيفتهم يمتلكون الفرصة لزيادة خبراتهم وليتمكنوا يوما ما من العمل في مناصب أعلى وبرواتب أفضل. مهمة مكتب التطوير المهني هي العثور على الموظفين القطريين الذين لديهم الرغبة في العمل ويمتلكون المقدرة الكافية لإتاحة الفرصة لهم لتعلم مهنة أفضل. وقد قام عدد من الموظفين بزيارة المسؤول عن مكتب التطوير المهني. واحد من هؤلاء الموظفين هو سعيد حسن. عندما جاء في أول الأمر لمقابلة مسؤول مكتب التطوير المهني، كان سعيد حسن سائقاً في محطة عزل الغاز. وفي أحد الأيام وأثناء عودته تعطلت سيارته، لم يكن بوسعه القيام بأي شيء، وتعين عليه الانتظار مدة طويلة حتى وصول ميكانيكي عربات النقل لنجدته. وفي النهاية وصل الميكانيكي، خلال مدة قصيرة عثر على العطل وتمكن من تشغيل المحرك. سعيد حسن راقب عمل الميكانيكي واكتشف أنه قادر على القيام بما قام به إذا ما توفرت لديه المعرفة اللازمة. فكر بذلك ملياً أثناء طريق العودة، وبعد ذلك قرر التوجه إلى مكتب التطوير المهني.
في البداية قام بزيارة مكتب التوظيف. سعيد حسن أراد أن يعرف إذا ما كان بوسعهم مساعدته على دراسة محركات السيارات، ولما رأوا حماسه قرروا إرساله إلى مركز التدريب. هنا تمت مقابلته من قبل مسؤول مركز التدريب، وتم إخضاعه لاختبار لمعرفة إمكانياته. وبعد تلك المقابلة بوقت قصير توقف سعيد حسن عن عمله كسائق والتحق بمركز التدريب. كان يأمل أن يتمكن يوما ما من دراسة المحركات، ولكن أولا وكغيره من الطلاب الذين انضموا إلى مركز التدريب بدأ بتعلم الإنجليزية والحساب والمعارف العامة. بعض الطلاب في مركز التدريب جاءوا مباشرة من المدرسة التقنية في الدوحة، ولكن غالبيتهم كانوا من موظفي الشركة. بعد 6 أشهر من تلقي هذا التعليم الأساسي، بدأ الطلاب بالتخصص كل وفق حرفته، الذين يسعون للحصول على وظيفة في المجال الهندسي لصناعة النفط سيبدأون بقضاء بعض الوقت في المختبرات. هنا يقومون بدراسة القوانين الأساسية للفيزياء والكيمياء نظرياً وعملياً. يتم توسيع نطاق التدريب العملي في ورش العمل التابعة لمركز التدريب. يبدأون بالتدرب على استخدام أدوات خراطة الحديد اليدوية قبل البدء بتعلم استخدام المعدات الآلية المعقدة. كما تتوافر مرافق مشابهة للتدريب على النجارة. كما يضم مركز التدريب ورشة ميكانيك، يكتسب الطلاب فيها خبراتهم العملية الأولى في التعامل مع محركات البترول والديزل. بعد تحقيق الطلاب لمستوى مقبول في ورش العمل، يتم اصطحابهم إلى الورش الرئيسية التي سيحصلون فيها على وظائفهم، مما يتيح للعمال الجدد الفرصة للتعرف على الأقسام التي سيعملون فيها والتعرف على نوعية الأشخاص الذين سيعملون لديهم. هؤلاء الرجال بما لديهم من خبرات كبيرة مستعدون دائماً لتقديم النصيحة لطلاب مركز التدريب. من خلال التدرب أثناء العمل يتمكن الطلاب من استكمال ما درسوه في الصفوف ضمن المجالات التي اختاروها.
في مركز التدريب، وفي فترات معينة يتم اختبار الموظفين للتحقق من مستوى التطور الذي حققوه. هنا نرى رجل إطفاء مبتدئ وهو يخضع لإحدى تلك الاختبارات. يقيس المسؤول عن الاختبار قدرة الموظف على استخدام المعدات، إضافة إلى قدرته على العمل كجزء من فريق مكافحة الحريق. يعود الموظفون الجدد من المتدربين الذين باشروا العمل في أقسام الشركة إلى مركز التدريب لمدة يومين في الأسبوع لمتابعة دروسهم النظرية. أبلى سعيد حسن بلاءً حسناً في الصف، ثم انتقل لدراسة تصليح وصيانة المحركات في ورشة العمل التابعة لمركز التدريب. تدرب على محركات البترول ثم محركات الديزل قبل أن يتم إرساله في النهاية إلى ورشة عمل المعدات للتخصص في مضخات حقن الوقود. وفي أحد الأيام أرسل إلى إحدى منصات حفر الآبار وأوكلت له مهمة صيانة أحد المحركات. وأثناء عمله على ذلك المحرك الضخم الذي يعمل بالديزل، تذكر سعيد حسن الأيام التي لم يكن في إمكانه إصلاح أقل الأعطال في سيارة اللاند روفر التي اعتاد قيادتها. فمركز التدريب مكن سعيد حسن من مهنته الجديدة كما فعل بالنسبة لغيره من موظفي الشركة. في هذا الدرس المخصص للطباعة والجوانب التجارية يجلس طالب كان عاملاً في مستودع الأدوية في المستشفى. رشيد علي المناعي خصص كثيراً من وقت فراغه في المستشفى لتعلم اللغة الإنجليزية، ولذلك أرسلوه إلى مركز التدريب، والآن هو أحد أفضل الطلاب في صفه. ويوماً ما بعد انتهاء تعليمه سيتأهل للحصول على وظيفة في منصب هام. حمد منصور هو ابن منصور بن خليل المسؤول في الشركة التي في إدخان، وهو يعمل الآن كمساعد لشؤون السلامة بعد أن تلقى بعض تدريباته في إنجلترا. كان هناك أيضاً عدد من الطلاب الواعدين مثل حمد منصور الذين بذلوا قصارى جهدهم وتم إرسالهم إلى الخارج لمتابعة الدراسة. وقد أرسل عدد كبير من القطريين إلى المملكة المتحدة وقضوا فيها قرابة عام للدراسة في المصانع والجامعات التقنية الرائدة.
بعد عودتهم إلى قطر سيكونون قد تأهلوا بالقدر الكافي لشغل بعض المناصب المتعلقة بالإشراف على سير العمل. وفي كثير من الأحيان تتضمن مهامهم تدريب الموظفين القطريين للحصول على الخبرة العملية. سيستمر مركز التدريب في إرسال أعداد متزايدة من الموظفين الجدد الذين يتحلى كل منهم بمهاراته الخاصة إلى الأقسام المتنوعة في أرجاء حقل النفط. وعلى الرغم من أن كثيراً من تلك المناصب تشغل من قبل المغتربين، إلا أن القطريين بدأوا بتولي عدة مناصب مهمة في الشركة وهم يسعون للقيام بالمزيد. رجال قطر يمنحون المهارة والمعرفة التي ستمكنهم من لعب دور متنام في الصناعة الرئيسية في بلادهم. وهذا هو هدف مركز التدريب.